كابتن موسى، انا مصري وجاي من مصر، واحنا بندعم الفرقه دي وبنشجعها وبنشجعك من اول البطوله. تقول ايه للجمهور المصري وكل الجماهير العربيه؟ الجمهور المصري من افضل واحسن الجماهير اللي بشوفها في حياتي صراحه. يعني الشعب المصري، يعني الشعب المصري بشكل عام يعني شعب جميل ولطيف. بتشكرهم من كل قلبي وبتمنى توفيق للمنتخب المصري وان شاء الله معنا بهاي البطوله. ورايك ايه في تعيين حسام حسن مدرب لمصر؟ والله ما بعرف، حسام حسن ده فخم، ده اسطوره. ورايك في محمد صلاح؟ اكيد محمد صلاح لاعب كبير يعني ما خلص في الكلام. الهدف النهارده كابتن، الكل وصف انه على طريقه ميسي التعمري، ازاي قدرت تجيبه؟ هل فعلا فكرت ان انت تعمل الهدف بالاسلوب ده؟ صراحه انا كنت افكر فيه، لانه انا كنت بحضر فيديوهات لي من قبل في الدوري الفرنسي والدوري القدسي، كنت اعمل زي هيك لكن زبطت معي. عراس، ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت بتقول، بخاطر الناس.